مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن التلاتة أربعة اب اغسطس اليوم القمر موجود ببرج الدلو من بعد ما كان في عنا فلمون يوم الاثنين المساء بتوقيت بيروت الساعه 7 المساء ببرج الدلو تاثيرات هيدا الأمر بعدها موجوده على الكل جميع الاحوال يلي بده يعرف تفاصيل اكثر عن كل اسبوع بيقدر يتابع الابراج الاسبوعيه بتلاقوا الفيديوهات لكل برج بهذا الـ الـ بالوصف لهذا الفيديو المهم اليوم الأمر موجود ببرج الدلو يعني اليوم الجو مفروض يكون حلو يتعاطف مع مواليد برج الدلو مواليد برج الميزان مواليد برج الجوزاء كذلك مواليد برج ال الحمل ومواليد برج القوس آه في ابراج منا كثير ثابت اليوم تاثيرات اصلا الفلمون على الجميع خلونا نشوف كيف بده يكون هذا النهار البدايه مع برج الحمل يلي بعتبر نهاره كثير حلو مضوى اليوم مولود برج الحمل وتحت تاثيرات هالفلمون من برج صديق لك يلي هو برج الدلو الجو اليوم مناسب لحتى تكون موجود ممنوع انكم تختفوا هنالك بعض الامور يلي بتتيسر وبتتسيسر وضروري يكون في لكم آه ما راح اقول شجعكم او ادفعكم ليكون في عندكم موقف معين لكن اليوم نهار حلو لحتى تكونوا متواجدين مشاركين ويكون في الكن طلي الجو جيد جدا لكن كونوا حذرين مواليد 19 نيسان ابريل كوكب المريخ يحذر من المتاعب مواليد برج الثور هن من الابراج المرهقه نفسيا بسبب كتر الضغوط مساله وحده بتخربط نهاركم بتخربت راحتكم وعلى اساس انه كله ماشي حاله وفجاه بتلاقوا انه في شيء انحط قدامكم بجدول اعمالكم لحتى تهتموا فيه وتراجعوا الجو ليس سلبيا لكن الجو متطلب الجو ثقيل الجو مزعج خاصه اذا بدكم تكونوا عنيدين وما بدكم تاخذوا وتعطوا فكونوا حذرين بشكل خاص مواليد 30 نيسان ابريل 1 و2 ايار مايو بالنسبة لبرج الجوزاء يوم سعيد جدا من الأيام الحلوة من الأيام الإيجابية من الأيام يلي بتعطيكم ما بتاخد منكم بالعكس اليوم هو يوم من الايام الاكثر حظا بشهر اب اغسطس اللي هو مفروض شهر جيد لكم فاو حالكم او قلبكم موالي برج الجوزاء تمتعوا ووصفوا طاقاتكم والوقت المناسب وصفوه لمصلحتكم جو ممتاز بشكل خاص 17 18 حزيران يونيو مواليد السرطان اليوم هو يوم لتقييم بعض الامور لحتى تساعدوا حالكم لحتى تكملوا لحتى ما تتراجعوا لحتى تاخذوا بعض العبر وتمشوا فيها، اليوم نهار يمكن يحطكم بموقع مسؤوليه لانه انتم بتعرفوا لانه غيركم بيعرف انه انتم تعرفوا وبالتالي بعتبره نهار جيد خاصة انه مرقته بتأثيرات الفولمون الفولمون بالنسبة لبرج السرطان مسألة مهمة لانه كوكبه الحاكم وبالتالي مفروض يكون مولو برج السرطان عنده طاقة كتير كبيرة ومهمة اليوم تبقى المواليد اللي شوي اكثر حظا من غير 11 و 12 تموز يوليو بنتقل إلا لبرج الاسد مولو برج الاسد وتحت تاثير الفلمون برج الدلو احتمال انه مولو برج الاسد يكون في عنده اكثر من قرار همته قويه مستقوي عنده عزيمه قويه متفائل جدا صحيح القمر عم بيواجهك لكن القمر فلمون يعني مختلف هيدا الفلمون ببرج الدلو عن القمر ببرج الدلو بغير اشهر عم بيقلك أنه حان الوقت لقرار معين خاصة تجاه عملية مسألة عملية يعني project اتفاقية أو مفاوضات معينة تبقى المواليد اللي بعتبرها أنشط من غيرها 12, 13 و 14 أب أغسطس بنتقل لبرج العذراء اليوم مولود برج العذراء نهاره بصراحة أفضل من يوم الأربعاء فرجاء اسمعوا الأبراج الأسبوعية لتعرفوا حظكم قبل بوقت وما تدندلوا حالكم بأمور تنتموا عليها الجو اليوم في شغل في ركض نهار متعب نهار ما بيخلص نهار بخليكم تحسوا أنه تعبانين من قبل طلوع الضوء لكن الأشخاص الإيجابيين بيطلعوا على نصف المليان من هذا اليوم وبيحطوا حالهم بجو الاهتمام بمسائل مهمة العمل الدفوار العنكونيه المطلوب منكم ومساله صحيه او غذائيه، البعض منكم يمكن يبلش رجيم جديد او نشاط رياضي. 2 3 12 ل 15 20 22 سبتمبر الاكثر حظا. بتقلا برج الميزان مواليد برج الميزان اليوم هو يوم فلكيا جميل جدا. فلكيا قوي جدا، فلكيا معكم ولصالحكم، الاجواء اليوم عند مواليد بوش الميزان من اكثر الاجواء حلاوه بشهر اب اغسطس، وما فيكم تطلبوا اكثر وتقولوا يي مكان منيح، لا منيح جدا، نوعيه الوقت ممتازه، يمكن ما عندكم شيء تعملوه هذا شيء اخر، بس الشخص من مواليد بوش الميزان يلي عنده مساله مهمه يقوم فيها، يحكي، يتفاهم، يسال، يجرب حظه، اليوم نهار ممتاز لذلك، الكل محظوظ. مواليد برج العقرب يوم يمكن بتحسه مزعج، تقيل عليك، بخليك تكون سكوت، رايق، هادي، غامض، أه، مخبى بقلبك اشي ما بدك تحكي، أه، يمكن تكون مزعوج، يمكن تكون متضايق، مزاجك بخوف، فانتبهوا. بشغلكم بعلاقاتكم لحتى ما تسببوا او تتركوا انطباعات سلبيه وانتبهوا على احبائكم الجو متقلب الاربعاء مختلف عن اليوم فرجاء المجازفات ممنوعه خاصه عند 32 نوفمبر كونوا حذرين. بالنسبه لبرج القوس مولود برج القوس لازم تتمتعوا بهيدا النهار لانه يوم جميل جدا يوم بتدهشوا فيه حالكم وبتدهشوا الاخرين. الشخص يلي فعلا بيشتغل وعنده بيشغله مجال للابداع انتم اليوم مبدعون مواليد برج القوس دائما عم بحكي عن هيدي الطاقات الكبيره بعد مواليد برج القوس يمكن عندهم خبر حلو يمكن عندهم تقدم او عندهم انتقال الى مكان اخر او سفر في نوع من تغيير انتو بانتظاره ويمكن عشتوه التنين وبعد في يوم التلاتة ما بتهدوا اليوم وفي احتمال انكم تستنفذوا طاقتكم على الاخر هايبرين فنظموا طاقتكم كلكم محظوظين بشكل خاص 3 و 4 ديسمبر نوصل لموالي برج الدلو موالي برج الجدي موالي برج الجدي الجو اليوم جيد ليس سلبيا برجع بقول لكن جو تحسوه ناشف شوي تقني ناشف المعلومات اللي فيه او التطورات اللي فيه ما يعني ما بتزيدكم انشراحا او تقولوا خي شو حلو هالنهار نهار عادي طبيعي اكثر شيء معقول يصير انه اليوم حدا بدق الباب عم بيطالبكم بفواتير بيبعتوا لكم مساجات تدفعوا فواتير معينه هالشغله ما مرقت ترجعوا وشل... شيكوا عليها اكثر من هيك لا يوجد فقط انتبهوا من المصروف الاضافي او اذا عم تمضوا ورقه رجاء دققوا فيها خاصه اذا كنتم من مواليد 13 14 18 19 كانون الثاني يناير يناير فتحوا عينيكم كثير منيح نوصل لبرج الدلو مولود برج الدلو من اقوى الابراج اليوم وجود الأمر مكتمل او اكتمال الأمر في برجكم هيدي بحد ذاته مسألة مهمة جدا لازم تسمعوا الأبراج الأسبوعية ضروري جدا مواليد بش تدلوا يوم ممتاز ضوء أخضر لإلكن لحتى تمشوا إلى الأمام إلى الأمام ما بتفرقش القرار لكم تاخدوه يمكن في مسألة بكون تحسموها تنهوها أو في مسألة بكون تبدأوها واضح في أمور عندكم خلص استوت ولازم تنطلقوا فيها اى مسائل عالقه اذا ما حصلتوا على جواب التنين مفروض التلاته تحصلوا على الجواب والا اذا قطع الوقت ما بتكون لكم ننتقل لبرج الحوت اليوم مولود برج الحوت يومه بطيء من الايام البطيئه من الايام التقيلة، من الايام المزعجه صحيا من الايام يلي بتتعبوا فيها بسرعه بتزهقوا فيها بسرعه بتحسوا انه ما في شيء عم بيزبط نصيحه اتركوا اموركم الصعبه ليوم الاربعاء والخميس لازم تسمعوا الابراج اسبوعي اذا بعد ما سمعتوها لانه ضروري ضروري تعرفوا شو عم بيصير الجو اليوم بطيء محبط ومعقول يحمل تعب صحي فكونوا حذرين بشكل خاص مواليد 10 و11 اذار مارس بختم مع مولود اليوم بقول له لمولود اليوم بانتظاره سنه فيها الكثير من الاهتمامات الشخصية والمهنية والاجتماعية بمعنى أنه يا أما بتنضموا إلى مؤسسة يا أما بتفكوا ارتباط عاطفي يا أما بترتبطوا بتتزوجوا يا أما آه تمضوا على عقد لحتى تشتغلوا أو لحتى يمكن تغيروا عقد مع سن كتير مهمة <applause> اب اغسطس ديسمبر نيسان ابريل افضل الاشهر انتبهوا شهر ايار مايو حزيران يونيو وتموز يوليو بدي اتمنى لكم اسبوع حلو الى اللقاء باي باي